بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الفجر وهي مكية، الصفحة 550. قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم، أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن بثار وأبي صالح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول وصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذ فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعن مسروق ومحمد بن كعب، المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله أكرمة، وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس، والليالي العشر المراد به العشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس المرفوع: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزب إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ذبيان عن أبيه عن ابن عباس: وليالي العشر، قال: هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عياف بن عقبة، حدثني خير بن معن عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله، وكل منهما عن زيد بن حباب به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن حباب به، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم. وعندي أن المتن في رفعه نكارة، الله أعلم. وقوله تعالى: والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وأكرمة والضحاك أيضا. قول ثامن: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: والشفع والوتر، قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة، والوتر ليلة الأضحى.
قول ثالث. قال ابن أبي حاتم: حدثني محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق، والوتر آخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قول الرابع: قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول. وقال الأوفي عن ابن عباس: والشفع والوتر، قال: الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال: الشفع صلاة الغداء، والوتر صلاة المغرب. قول خامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن أشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد: والشفع والوتر، قال: الشفع الزوج، والوتر الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع، الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: والشفع والوتر، كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في ماذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس: قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر، هو العدد منه شفع ومنه وتر. قول سابع في الآية الكريمة: رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج. ثم قال ابن جرير: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير. حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني عن ياس بن عقبة، حدثني خير بن معن عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفع اليومان، والوتر اليوم الثالث. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي ومن أبي حاتم، وما رواه هو أيضا والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنما ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين: الشفع والوتر، قال: هي الصلاة المكتوبة، منها شفع ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف، ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر. هكذا وقع في المسند. وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حسين. وكذا رواه أبو عيسى التميمي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين به، ثم قال: غالب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة، وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه والله أعلم. قلت: رواه ابن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الدبئي،
شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. هكذا رأيته في تفسيره، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. وهكذا رواه ابن جرير، أخبرنا نصر بن علي حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال: هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. فأسقط ذكر الشيخ المبهم، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ربيعة، وهو والد أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي. روى عنه قتادة وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة، وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف، ثم قتله أم الرواية سنة 82 لخروجه مع ابن الأشعث، وليس له عند التلميذين سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه، والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله تعالى: والليل إذا يسر، قال الأوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن زبير: والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والليل إذا يسر إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسرا بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك: والليل إذا يسر أي يجري. وقال أكرمة: والليل إذا يسر يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كثير ابن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله والليل إذا يسر، قال: اسم يا ساري ولا تبيتن إلا بجنة. وقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجر. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجدائه الشامي، ومنه حجر اليمامة، وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة، من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين بكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى: إرم ذات العماد عطف بيان زيادة التعريف بهم. وقوله تعالى: ذات العماد ومن كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا.
ولهذا ذكره الجنود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال هنا: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القليلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وأيضا تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى. قال قتادة بن بعانة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة الكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمد لا يقيمون. وقال الأوفي عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العمد لطولهم فاختاره الأول ورد الثاني فأصاب ابن جرير بذلك. وقوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال: بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة ابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد، فقال: كان رجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الدولي قال: قرأت كتابا قد سمي حيث قرأه أنبأنا شداد بن عياض، وأنا الذي رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي نظر وافد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما هاهنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وأكرمة، أو اسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما، ففيه نظر، إنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وما أحل الله به من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر المدينة. يقال لها إرم ذات العماد مدينية بلاد الذهب والفضة، قصورها ودرورها وبساتينها، وأن حصباءها لآل ودواها، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سالحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنس بها، قصورها وأبوابها تصفر ليس بها دام ولا مجيد، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلادة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيب في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب،
فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هاهنا مطورة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولا صح إلى ذلك الأعرابي، وقد يكون اقترق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهرة والطامعين والمتخيلين بوجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر والياقوت واللآلئ والإكسير الكبير، ولكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، ويطمزون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقول ابن إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف، فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالواد. قال ابن عباس ينحتونها ويخلقونها. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد، ومنه يقال مرتاب النار إذا خرقوها ورتاب الثوب إذا فتحه، ومنه الجيب أيضا. وقال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شريف ومارد، هم ضربوا في كل صماء صعبة بأيد شداد أيدات السواعد. وقال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، قال الغوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يمتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد كان يمتد الناس بالأوتاد، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. قال السدي كان يربط الرجل كل قائمه من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدقه. وقال قتادة ألغنى أنه كان له مباعد ومباعد ليلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني عن أبي رافع قيل لفرعون بالأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت. وقوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاتوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كل من بسعيه في الدنيا والأخرى. وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته، فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير، يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره، يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يملك فيها هو بإذن الله عز وجل، فالقرآن دليله والخوف محجته والشوق مطيته
والصلاة كفه والصوم ذمته، والصدقة فكاكه والصدق أميره، والحياء وزيره، وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان، وأبو حمزة عن معاذ مرسل، ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا، أو لو كان من كلامه لكان حسنا. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أنفع عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطر، قال: والصراط عليهم، قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول: كفوهم إنهم مسؤولون، قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها، قال: فيملك فيها من هلك ويندو من نجا، وإذا بلغوا القنطرة الثانية حسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها، قال: فيملك من هلك ويندو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها، قال: فيملك من هلك ويندو من نجا، قال: والرحم يومئذ متبلية إلى الهوى في جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا لأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا لأن يصبر. وقوله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن سليمان عن يزيد بن أبي عياش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت للمسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا أكافئ اليتيم في الجنة هكذا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان، أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أكافئ اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين إصبعيه الوسطى التي تلي الإبهام، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما أي جنة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا. من فضلك تابع بقية المادة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهلت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا وصفوفا وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأنى له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان سلفا منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن عمره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووفقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فدخلي في عبادي أي في جنتهم ودخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا
ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزل في عثمان بن عفان، وعن بريدة ابن الحصيب نزل في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال الحنفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا، راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها: فدخلي في عبدي ودخلي جنتي. وكذا قال أكرمة الكلبي: واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك أن هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي الحاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقته، فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباس بن عزيم أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه، على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء، ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ثم غاص في الماء وقال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سبور الملك، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان ابن وبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمه آخر تفسير سورة الفجر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة البلد وهي مكية، الصفحة الحادية عشرة بعد الخمسمائة. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد،
ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يأبض شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رد آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله تعالى: ووالد وما ولد. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن عطية عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ووالد وما ولد. الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. رواه ابن أبي حاتم من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي به. وقال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم، يعني بالوالد آدم وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه من حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهو محتمل أيضا. وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم، يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه: منتصبا في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقناه سويا مستقيما، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن أبي نجيح وجريج وعطاء عن ابن عباس: في كبد، قال: في شدة خلق، ألم تر إليه؟ وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: في قيامه واعتداله. فلم ينكر عليه أبو جعفر. وهو من طريق أبي موجود سمعت الحسن قرأ هذه الآية:
لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة. وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. وقوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ وقال قتادة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال: الله عز وجل. وقوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا. قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: أيحسب أن لن يره أحد؟ قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل؟ وكذا قال غيره من السلف. وقوله تعالى: ألم نجعل له عينين؟ أي يبصر بهما، ولسانا، أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك. ابن آدم، إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. وهديناه النجدين الطريقين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. تفرد به سنان بن سعد، ويقال سعد بن سنان، وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث. وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه. وروى 15 حديثا منكرة، كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن يعني البصري، لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: وهديناه النجدين. قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إنهما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فمن جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا رواه حبيب بن الشهيد ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن المرسلة، وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأمصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: وهديناه النجدين، قال: الثديين، الثديين. وروي عن ربيع بن خيثم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به، ثم قال: والصواب القول الأول، ونظير هذه الآية قوله تعالى: إن
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. قال ابن جرير حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالب حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عطية عن ابن عمر في قوله تعالى فلقتحم أي دخل العقبة قال جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم. وقال قتادة إنها عقبة فحمة شديدة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال قتادة وما أدراك ما العقبة ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل إرب أي عضوا منها إربا منه في من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن حسين لغلام له أفره غلمانه ادعو مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي المجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرمه من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن أعتق نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن الصمت قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كان فكاكه من النار عضوا بعضو
ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمي بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي بعضه طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة. قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن من جنة 800 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أساميد جيدة قوية، ولله الحمد. حديث آخر. قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي قال: أتينا وائلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فعضب وقال: إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي عن وائلة به. حديث آخر. قال أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. ففرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وأفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وأفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال أكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم مشتهى فيه الطعام. وقوله تعالى: يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما، ذا مقربة أي ذا قرابة منه، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد وأخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.